اهلا وسهلا فيكم معنا مستهلا الحياة. انا تلخبطت شوي باسمك لانه خايا كان لازم يجي معك. مزبوط كيفك؟ ليه ما اجى؟ جد؟ صاخي اهلا وسهلا فيكم معنا مستهلا الحياة. كيف بلشت اول شيء حياتك الرياضيه جو؟ يمكن طولك ساعدك اول شيء بالباسكتبول. يعني كنت باسكتبول بلاير ات ذا بيجينينج وبعدين صرت كوتش للصغار بعدين كوتش للاكبر بعدين كوتش للناشونال تيم تبع لبنان اوكي بعدين بروفيشنال وضليتني بالفيلد وكنت بغير دومين بالدراسه بس حولت لسبورتس وضليتني بالسبورتس. رح نحكي عنها بالتفاصيل اليوم. نيلا وجو اهلا وسهلا فيكم كمان. كايل اهلا وسهلا فيك معنا بالبروجرام. نيلا بدي اسالك قد ايه اهميه انه يكون في حدا بالبيت تحديدا زوجك بمجال الرياضه؟ هل في ستريكس معينه بالبيت يعني هيدي الامور ما لازم تنعمل بشدد عليكم تمارسوا رياضه؟ صراحه جو ما بشدد على شيء بالعكس انا اللي بشدد وهلا ضمن هو بالدومين وضمن انا بحب كثير الدومين فيك نحن كثير هلسي مثلا انا ما عندي شيء اسمه قلب بالبيت ما في كثير فريانديز هلا في شوي لانه اولاد صغار بس طبعا بريتو بجرب طعميهم اورجانيك بسكتس وهيك قصص وكلنا بنعمل سبور وبنجرب يكون عندنا هيلثي لايف ستايل بس انه يعني قد ما فينا ضمن لا مش قادره معلم جو قاعد عم بيلعب كايل له شو بيش عم تعمل بيجي لي دايما هيك بحب يكون كل شيء ستريت مثل امه وانا فوضوي سو كايل كيفك كايل بالضبط من هون بعلب هون منيح. خيك مريض شو اسمه خياك؟ كيلين. كيلين حلو اسمه. انت اسمك كمان حلو. انت بتحب الرياضه ولا بيك جو هيك بيقول لك لا لازم تلعب رياضه؟ تحب رياضي ولا رياضه؟ رياضه رياضه معلم ومزبوط كثير قوي. جو انت بتشجعهم لانه يمارسوا من هن وصغار رياضه يعني بتكون حريص على انه لازم يطلعوا رياضيين؟ ليك صراحه ما فيك تجبري حدا يعمل سبورتس سو بس هو السراوندينج تبع البيت كلنا هيلثي كلنا سبورتس اورينتد ايفنتشلي رح يعمل سبورتس سو انا بالعكس ما بقول له يروح يعمل سبورتس لانه اذا شجعتيه زياده ما بقعد يعمل سبورتس ببطل بده سو اتس ريفرس سايكولوجي هو هي تيكس ات ايزلي بينبسط بصير بده يقلد اصحابنا اما اللعيبه تبعي اما السراوندينج تبعنا بصير بده يحسن حاله وليك شفتي ليفيس كوبي براينت انت مع ليكرز بتشجعهم دائما فرجينا عضلاتك مع الرياضي فرجينا عضلاتك جو كيف طورت حالك؟ يعني بنعرف بلشت كلاعب وبتحب الباسكتبول ولكن كثير صعب تضلك بهالمهنه لفتره وتحقق حالك وتحقق طموحك ايضا. مزبوط. شو الستبس اللي قطعت فيهم والصعوبات ايضا؟ هي صراحه نحن في عندنا كهيد كوتش بالباسكتبول في عندنا كثير كومبيتيشن لانه في كوتشز اجانب بيجوا على الليج وبكون عنده الهاي ليفل وذي سيلكتهم ويجوا فيري فيو لبنانيز كوتشز بيطلعوا من الليج اللبناني. نعم. سو ستيبس كانوا كثير صعبين. اول شيء لازم تكوني بلاير تفهمي بالجيم بعدين تطلعي تعملي مثل اسيستنت كوتش ترينينج سيرتيفيكيشنز ايموشنال انتليجنس كاركتر وايز يكون فيري جود كاركتر. اتس ا لونج بروسس ومنا وصعبه كثير لانه اني تايم تخسري مره او مرتين يور اوت سو ايماجن اني تايم تعملي ميستيك يور اوت سو ليك قد ايه في اليمينيشنز سو اتس لايك ا سرفايفل اوف ذا فيتست يلي بضل منيح يلي بضل ماتشور ستيبل هيز دوينج ريزلتس بضل ماشي بهاللعبه صعبه. نيلا شو بتخبرينا عن جو هلا؟ اعتبري جو مش موجود معنا هلا. شو نقاط قوته بالبيت؟ كيف يتصرف؟ كيف بيكون؟ ما تغني لنا الغنيه هلا. هلا شو غنيت؟ شو جو كثير رايق يعني مثل ما العالم بيعرفوه من انه اروق كوتش تقريبا بالليج. هو اصلا كثير رايق ما عنده كثير وقت تيكون بالبيت حتى بالصيف يعني شيء خلص السيزون بكون عنده مثلا هلا عنده الاندر 18 ناشونال تيم لبنان عنده كذا شغله بس بلوتو كثير رايق والحلو فيه انه دائما فيري بوزيتيف يعني هي ادز ذا بوزيتيف فايب بالبيت. ايام انا بكون معصبه لانه بتعرفي اولاد ودرس وستريس لا جو دائما ذا كولينج فاكتور حلو حلو.
في غنية ما خبرتك ما هيك شو قصة الغنية؟ عملتي غنية بغني له اياها؟ لا هي غنية معروفة بس انا قلت له اياها نحن قلنا زمان كثير نحن صغار سوا تدي كول؟ لا قدام الناس عامل لي عنطر هي فريال كرم هي برات البيت عامل لي عنطر بيتمشى وبتغني كل ما بيجي على البيت بيقول لي دخلك جسمي مكسر ماشي يعني سلوجن طبعا طب حرام عم بيدرب كلنا ما هيك جو انت المدرب الاسيوي الوحيد يلي نال فيبا يوروب كوتشنج سيرتيفيكيشن من الفيفا باوروبا خبرنا عن الانجاز الكبير واكيد نحن بنفتخر فيه كلبنانيين ايضا ثانك يو هاي سيلكشن الاتحاد الدولي فيبا بس هي سيلكتس اثنين من كل زون تبع فيبا في ايجيا يوروب امريكا نورث امريكا ساوث امريكا اختاروا شخص من ايجيا اللي هو انا وهيدا 3 years program كل صيف بنروح شي 20 days مع examinations و it's very hard و it's very challenging ومنا هيني تقطع فيها للمراحل ثلاثتها قدرت اقطع بكل المراحل وكان الكوتشز يلي بمرنونا هني very high coaches يعني بسيج عم تحكي عن ربحانين World Cup و Olympics و هولي NBA players NBA coaches even كمان so it's very hard بس كتر خير الله قدرت أعملها برافو وأول Asian coach عند هاد تايتل good for you طبعا الرياضة بلبنان تفتخر فيك جو من دون شك إذا بدنا نحكي عن يعني بالإضافة للشهادات اللي أخذها وكل هالميداليات إلى آخره ولكن الأهم أنه كمان أحرزت بطولات كتيرة شو البطولة الأعز على قلبك يلي بعدك لليوم حامل ذكريات منها؟ يوجولي أنا أعتبر فريش كوتش يعني صار لي 7 سنين in coaching بس أنا من أصغر الكوتشز اللبنانية اللي بلشوا coaching at higher level هلا يوجولي لتقدر تعمل تايتلز بده يكون عندك بيج بادجت بيج تيمز وانا ما بحياتي كان عندي بيج تيمز بس انجازات هو يو هاف تو جو اب تو لادر ربحان بطولات لبنان للجامعات كذا مره حلو. انا ناشونال تيم كوتش تبع لبنان رحنا على ايجيا طلعنا فيف اليوم بالفاينل فور هاي اول مره نادي الهومانتي بيعمل فاينل فور صحيح سو اي هاد This is a great accomplishment للتيم تبعي وpersonally كمان. حلو. يعني نايلة بس تشوفي إنجازاته لجو أي إنجاز بتحسي إنه بفتخر فيك لأنك قمت بهذه الخطوة أم أخذت هاي عملت هذا الإنجاز؟ صراحة أنا بفتخر بكل شيء بجو لأنه بالنسبة لي مش بس الربح إنه بفتخر قديه hard worker وقديه he always tries وhe never gives up وحتى وقتها يمرق بظروف صعبة أو تعفي ب certain failures إذا بدك لأنه بسبور في ربح وفي خسارة صحيح. he always tries harder يعني أنا أيام بحس حالي مدبرسة أكثر منه هو هي بيقوم وبحط بيوت كتير يعني very focused هالسنة كنت كتير زعلانة بسري كان لازم نعمل final four نعم. وكان 2-0 down نعم. بالسيريز ورجع ربح 2 out of 3 so it was something very هيك meaningful واكيد the 5 consecutive wins بالاليو it was also very meaningful ما في شك هلا عم نشوف صوركم يعني العائله كلها مجموعه كايل عم تشوف حالك وين خبرنا عن الصور يعني عم نشوفهم كايل هالشعنينه مثلا ليك كثير انتصاراته هيدا البيرث داي تبع مين كيليان خيرك اوكي هون هون اي جس عم بتعمل السمكات بالزيتون هو بخبرنا ايه هون بهومنتون ليديز اوكي انت بتنزل بتروح مع دادي على الملعب وتشوف بتحضر الجيمات لايف معه حلو هون وين هر احد عم تتغدوا هون وقتها كان بتام خيي اها عم بذكر كل شيء اوكي هون هون هيدا كنا بلاب لا بيتزا نونا نونا انت بتحب تلبس مثل دادي عاده يعني شو بيكون لابس دادي بتحب تلبس مثله ايه ما في شك من الصور مبين جو اليوم انت كمدرب فرق شبابيه وشباب شو النصيحه يلي دائما بتحرص انك تعطيهم اياها للعيبه الناشئين اللي عم بيطلعوا جديد بالمقابل هل اليوم انت كمدرب في عندك تقنيه معينه بتحس حالك بتميزك عن باقي المدربين
انا دائما بقول للعيبه ولكل العالم يلي بلتقيه، لانه انا مش بس بدومين الباسكتبول، كمان دومين سبورتس ان جنرال بالاليو الاثليتكس دايركتور، اهم شيء الشاب بيقدر يعمل ما يقلد حدا، يشتغل لحاله ويكون نفسه بالجيمز اما بالحياه يوجولي. ودائما نصيحتي للعيبه وللاثليتس، لانه الاثليتس اوكي بتشوفوا قوايا كثير على التي في، بس ذي ار فيري فولنربل، حساسين كثير ومنو سوشيالي سام تايمز تالنتد وايموشنلي، ذي جيت كل البريشر عليهم، يعني وين ما يروحوا حدا عم بيحكيوا، وين ما عم بيعملوا باد جيم في ديسبشن، بيسمعوا كلام قاسي، سو ذي ار اندر بريشر، سو انا بلوم عليهم كل الوقت. اكزاكتلي انا هدفي حط بالون يكونوا بالكوكون تبعنا to deviate them from the public، لأنه الpublic إن عم تربح إن عم تخسره sometimes it gives you negative energy. ما في شيء. Exactly. So أنا بشيله من pressure تبع العالم. وأهم شيء بعطيه الشغلة اللي هني عايزينه إنه الconfidence. مثل ما بتعطي كأنه بتعطيهن عازل ليقدروا. Definitely. بعزله عن كل المجتمع، بعطيه الconfidence لأنه هني already قوية، بس they need this extra push. الأكسترا مومنتم. والأهم شيء بجرب كل ما يشوفوا اللي عم بيضعفوا منتلي ومورلي، أنا بيجي منتل بوست وإيموشنال بوست، خليهم يرجعوا يعطوا الماكسيموم تبعهم. وذاتس واي معروف عني وكل اللعيبة اللي بيكونوا معي إنه they will give the maximum out of them، لانه عنده هذا السيت اب وبيرتاحوا ماكسيموم وبيقدروا يعطوا بيرفورمانس احسن. ما في شك انه شغلتكم كثير صعبه مش شوي، لانه كلها اندر بريشر. ومثل زي مثل ما ذكرت انه من الاختصاص اللي انت تخصصت فيه انه لازم تريح اللعيبه ويكونوا هنا على ارض الملعب كثير مرتاحين. خبرني دادي، بس يرجع من الجيم يكون خسران بيكون معصب ولا لا؟ لا، كل يوم بساله اذا ربح او خسر بيقول لي ربح. بس مرة سألته إذا ربح أو خسر قال لي خسر. بس سألته إذا اتسوكي لنخسر قال لي إيه، game is always about losing and winning. ما في شك، يخز العين عليك، يخز العين. برافو. نحن كتير مبسوطين كان إنه أنت معنا عن جد. جو، بالسؤال الأخير، أنت بعيدا عن الرياضة كمان تخصصت بالسيفل انجينيرينج، كمان عندك ديجري بهذا الاختصاص وكمان بمجال السبور بالسبورت سبورتس مانجمنت. هلا كنت كمان عم تحكينا عن هذا الموضوع، خبرنا ليش اخترت هول الاختصاصين؟ أول شيء سيفل انجينيرينج كان الباشن تبعي أنا وصغير إنه أكون سيفل انجينير، وأهلي بتعرفي إنه they want somebody educated higher caliber. So عملت الانجينيرينج وكنت parallel basketball player and it was hard، لأنه كان وخاصة نايلة كانت معي بالجامعة، كتير صعبة إنه تعمل انجينيرينج وتدرس كتير وانت بتقضي 5-6 ساعات بنهارك بسبورتس. so كتير tough، بس it's a challenge وقطعتها. بعدين لاحظت إنه الدومين تبعي sports oriented أكتر، so عملت الماسترز in sports management وصرت into sports all the way. بس اكيد سيفل انجينيرينج ساعدتني، اي بيلد بيبل ناو، هندسه الاصابه في شك من هذا الامر. واكبر دليل على هذا الشيء نجاحاتك. شكرا لك لانه كنت ضيفنا لليوم نايلة. اهلا وسهلا فيكم بتحلى الحياه. وكايل جيم 5 يور تشامبيون، انت مزبوط بكره باسكتبول. ما بيعرف تواضع. برافو عليك، حاطط الخطه قدامه وما بيعرف لوين بده يوصل. يعطيك الف عافيه. تشامبيون انتل يو جيت ذا تروفي. اه سايكولوجيكلي بياك كثير عم يلعبوا مزبوط. اني ثانك يو لاستضافتكم. يا اهلا وسهلا فيكم، شكرا لكم.